احنا النهاردة عايزين نتكلم في يعني موضوع جميل جدا يمكن بيوتنا كلها محتاجاه، وهو القصة الجميلة الحب الجميل بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وستنا أمنا خديجة. ربنا يكرمك يا استاذ دعاء، وعنوان جميل جدا للفقره بتاعتنا النهارده قصه حب. بس القصه النهارده قصه من نوع اخر، انا اكاد ازعم يعني ان دي من اجمل قصص الحب اللي قراتها في التاريخ. والحقيقه ان النبي كان متزوج من اكثر من زوجه. لما نقرا في التاريخ هنلاقي ان حصل خلافات بين النبي وبين بعض الزوجات، وحصل مش عارف ايه بين سيدنا النبي وستنا عائشه، وبين النبي وبين ستنا حفصه. لكن انا بتحدى يا استاذ دعاء على الهواء ان حد يلاقي في كتاب من الكتب ان حصل مشكله مره بين سيدنا النبي وستنا خديجه. ابدا. امنت بيه وصدقته ووقفت معاه ودعمته، وحياتها كلها تقريبا قضيتها يعني وفيه ليه صلى الله عليه وسلم، بتدعمه في كل حاجه، ضحت بوقتها وبمالها وكل حاجه عشان النبي عليه الصلاه والسلام. بس اللفته الانسانيه الجميله في الموضوع ده ان هي عملت ده لمحمد الانسان قبل محمد النبي. فهي امنت بالنبي عليه الصلاه والسلام لكونه محمد في البدايه، واحبته الحب ده كمحمد. وبعد كده لما الرساله جت ازداد هذا الحب حبا، وازداد هذا التعلق تعلقا. فشفنا قصه من اجمل قصص الحب في التاريخ كله، قصه كلها وفاء وكلها رحمه وكلها سكينه وكلها موده. وما نستغربش ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل الحب ده بحب، وقابل الوفاء ده بوفاء، وقابل التضحية دي والبذل ده من السيدة خديجة ببذل أكبر منه وبتضحية أكبر منها. وكان صلى الله عليه وسلم يطبق الآية هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذه المرأة اللي قدمت له حياتها كلها ومالها ووقتها وكل حاجة، هو قابلها بمثل هذا صلى الله عليه وسلم وفاء وإخلاصا لها عليه الصلاة والسلام. يعني معلومة كده أستاذة دعاء، يعني الزوجة الوحيدة اللي النبي ما اتجوزش عليها طول ما كانت عايشة هي السيدة خديجة. طول ما كانت عايشه النبي ما اتجوزش عليها، ما اتجوزش الا بعد ما ماتت. ايوه. وكل عيال سيدنا النبي من السيده خديجه ما عدا ابراهيم بس من السيده ماريا. العجيب في القصه دي ان حتى بعد ما ماتت السيده خديجه قصه الحب ما انتهتش، انما استمرت هذه القصه الجميله من قصص الحب حتى بعد وفاه السيده خديجه رضي الله عنها وارضاها. كان سيدنا النبي يذبح الشاه ويوزعها على قرايب السيده خديجه صلى الله عليه وسلم في فتح مكه، وهو داخل الجيش به يحيط به والكل مستني منه اشاره عليه الصلاه والسلام. سيدنا النبي يسيب الجيش ويسيب كل الناس دي وينزل من على الجمل بتاعه ويروح لامراه كبيره في السن واقفه بعيد قوي، ويقف يتكلم معاها ويقلع ثوبه، يخلع ثوبه الذي عليه ويفرشه على الارض ويجلس هذه المراه عليه. والصحابة كلهم بيبصوا مين دي اللي النبي يقلع العباية بتاعته ويقعدها عليها ويتكلم معاها كده بالشكل ده. فلما سيدنا النبي رجع السيدة عائشة قالت من هذه؟ فقال إنها كانت صاحبة خديجة، إنها كانت صاحبة خديجة. سيدنا النبي فاكرها حتى بعد موتها. يؤمر سيدنا النبي إن الخيمة بتاعته تتنصب قريب من القبر بتاع السيدة خديجة عشان يكون قريب منها حتى وهي في قبرها. يعني الوفاء للحب حتى بعد الوفاة. حتى بعد الوفاة، حتى بعد الوفاة. الباب يخبط على النبي، كانت أخت السيدة خديجة اسمها هالة. الباب بتاع سيدنا النبي يخبط، فسيدنا النبي يقول اللهم هالة، يا رب دي تكون هالة أخت خديجة، عاوز أي حاجة من ريحتها صلى الله عليه وسلم. يقول اللهم هالة. فالسيدة عائشة غارت يعني، وبتقول إن أنا ما غيرتش من حد من زوجات النبي زي خديجه، مع انها اصلا ما شافتهاش. قالت فبتقول له قالت خديجه خديجه خديجه، اما لك غيرها؟ هو انت ما اتجوزتش اللي هي عجوز من عجائز قريش قد ابدلك الله خيرا منها؟ يعني انت اتجوزتها وهي كبيره واتجوزتني انا وانا صغيره. فسيدنا النبي غضب وقال لا والله ما ابدلني الله خيرا منها، لا ما حدش يتقارن بخديجه، وما حدش يحط نفسه مع خديجه، وما حدش يتكلم عن خديجه، وما حدش يذكر خديجه. كان ده وفاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لستنا خديجه. وفاء غريب ووفاء عجيب ووفاء منقطع النظير، وقصه حب عجيبه منه صلى الله عليه وسلم لستنا خديجه. دايما فاكرها، ودايما فاكر ان هي كانت صاحبه فضل، وان هي ضحت عشانه، وان هي وقفت جنبه. دايما فاكر كل ده عليه الصلاه والسلام، وما انساش ده ابدا في اي وقت من الاوقات.